We win 4-0. A good game. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المباراة كما شفتوا انتصرنا فيها 4-0. كانت مباراة جيدة. But I'm not happy. The first 50 minutes we start very very bad because Tanger have two opportunity and if he score we have more problems. لكن هذا ما كيعنيش على انني بالنسبه ل 15 دقيقه الاولى بدايه المباراه ما كنتش راضي على المردود ديال اللاعبين ديالي وبالتالي كان فريق اتحاد طنجه تحول عده فرص وكنت سجل شي فرصه كان يمكن يصعب علينا المباراه.